بسم الله. ربنا خذ بأيدينا إلى حيث مرضاتك يا كريم وبركاته، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والله هو اللي يتكلم العار بحقيقة خلقه من إنس وجن ومن مطيع ومن عاصم. قل يا أيها الناس، هاو الرسالة، رسالة الإسلام، رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، هي يا جماعة صلع فباركم مسلمين، الله أعلم بكم، تبتوا رواحكم، ما عندكمش تقرأ حتى منكم من السماع ورانا نردد، مرة يخطع ومرة يسيب. يا ولدي يا بارك فيكم، مع سلاع البيمة ماش خطأ وإصابة، أما الإصابة ولا دع عنك ادعاك أنك مسلم من أتباع رسول الإسلام عليه السلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو، أي دروا يوم سيدوا يوم ديما، لا إله إلا هو، إن يباد أن أطلب ديو أسوسيي وأدفرسار، لا إله إلا الله يحيي ويميت، هو اللي يبعث فيك الحياة، هو اللي خرج منك الروح. فآمنوا بالله، وهذا أمر إلهي، شوف ربي قدس حريص على سلامتنا واستقامتنا ونبالة أخلاقنا. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، دائما حريص ربي باش يذكرنا لنبينا أمي، ما تعلمش التوراة ولا لا ما تعلمش الزبور، لا ما تعلمش، أمي ما يعرفش منا يقرأ ويكتب، هذه ربي خلو أقرأ وقت اللي بدا ينزل القرآن وقت يولي يقرأ، لأن ربي يكرمه باش ما يقرأ في عالم القراءة إلا القرآن. فزكاه الله تزكية مطلقة وهداه وأتم عليه نعمه ظاهرة وباطنة والسلام.